السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكلمات المأثورة الشهيرة عن العلماء مقولة البلاء موكل بالمنطق، وهي تنسب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ينسب له هذا البيت: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فهو بيت سائر ومثل دارج، فعلى الإنسان ألا ينطق بالسوء أبدا، وإياك أن تتمنى الشر لنفسك أو تدعو عليها، فربما نطق اللسان بحادث فوقع. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. ومات الرجل كما أراد وكما ظن بالله، ولو أحسن الظن وطلب الشفاء لكان خيرا له. فكم من كلمة طيبة بمشاعر متيقنة بالخير أحدثت قدرا طيبا بأمر الله، وكم من كلمة متشائمة سيئة تقوت بالمشاعر المتفاعلة معها أحدثت مصيبة وبلاء. فإن لم تنطق بلسانك خيرا فاصمت، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تستشرف البلية فإنها مولعة بمن تشرف لها. ولذلك في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تمنى سيدنا يوسف السجن لشدة ما رأى من أهوال. قال تعالى: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لذلك يقول العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله: يقال لو لم يقل هذا لم يبتلى بالسجن. وفي بعض الأخبار: البلاء موكل بالمنطق، والأولى بالمرء أن يسأل الله عز وجل العافية. فما يقوله على لسانه ربما يتحقق. لذلك الشاعر المؤمل المحاربي عشق امرأة من أهل الحيرة وقال فيها قصيدة طويلة، جاء فيها في أحد أبياتها يقول فيها: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر. فأصبح بعد ذلك أعمى، وقال مجنون ليلى متغزلا بليلى: فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا، أصم فنادتني أجبت المنادية. فعمي بصره وذهب سمعه. الفنان السوري أنور وجدي كان يتمنى أن يرزقه الله 1,000,000 جنيه، ومرض السرطان، فأعطاه الله ما تمنى، فأنفق المال على العلاج حتى أعلن إفلاسه، ثم مات بالسرطان. والصحفي فرح أنطون كان ممتعظا من التضييقات الصحفية، فكتب في مقال: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. فمات في اليوم التالي. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: كثير من الناس يدعو على نفسه بشر وهو لا يشعر، يدعو على ولده، يدعو على ماله، يدعو على صديقه وعلى قريبه من حيث لا يشعر، فربما يصادف ذلك بابا مفتوحا فيصيبه الدعاء. فنصيحتي لنفسي ولك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حتى لو تصنعت السعادة لا تعش بحزن دائم، ولا تتقمص دور الحزين الذي خدعه الجميع ومكروا به وأساءوا إليه، فالأمر لا يستحق، والدنيا بزخرفها كله تافهة حقيرة. فلا تجعل عضلة صغيرة مثل اللسان تكون سببا في سوء الظن بالله أو التشاؤم أو ضعف الإيمان. فعيش حياتك واثقا بالله محسنا به الظن، فهل خاب أحد توكل عليه أو فوض أمره إليه؟ ولا تيأس، املأ كؤوسك في الحياة تفاؤلا، واسق الذي رام السعادة، واستقي. نصف السعادة في انتظار تعاسة، والنصف في فقدان فأل مشرق. إياك لا تتوخى بؤسا قادما، إن البلاء موكل بالمنطق. ومع ما سبق أيها الأحبة، فهذه المقولة ليست بقاعدة عامة بحيث يقال إن كل ما يتكلم به الإنسان يبتلى به، وإنما المقصود أن يحذر الإنسان من النطق بالسوء، أو أن يستفتح على نفسه بشر، أو أن يتشائم من أمر ويقول ذلك دائما في مقاله ونطقه. فعليه أن يحسن انتقاء ألفاظه، ويختار الكلمات الحسنة ذات المعاني الجميلة التي تحمل دلالات طيبة وتفيده تفاؤلا واستبشارا وأملا. بارك الله فيكم.